السلام عليكم ورحمه الله المسي عليكم بالخير مشاهدينا الكرام كانت في امطار رعديه اليوم بلغت كمياتها في الوفرة كانت أكثرها 20 ملي وفي مطار الكويت 12 ملي ومدينة الكويت 10 ملي وجزيرة فيريشة 11 ملي كانت في أمطار غزيرة على بعض المناطق الآن بدأت أو من بعد منتصف الليل راح تبدأ فرص الأمطار الرعدية تقل لكن راح ترجع مرة ثانية في فرص أمطار باشر ان شاء الله من بعد الظهر تكون اكثر فرصتها قد تكون رعديه على بعض المناطق الى الان الرؤيه الافقيه متدنيه الى ما بين ثلاثه الى اربعه آلاف آه متر آه بسبب الغبار آه العالق ومتوقع انه آه راح يستمر حتى ساعات صباح آه من يوم آه الخميس ان شاء الله. اما الطقس الحالي في مدينه الكويت بعض الغيوم المتفرقه آه حاليا موجوده على مدينه الكويت والهواء حاليا شمالي الى شمالي شرقي سرعته 10 كيلومتر في الساعه الحراره الحاليه 25 درجه مئويه الرطوبه لا زالت مرتفعه 79 الى 85% آه آه بعض المناطق خاصه المناطق الساحليه وايضا الشمالية الرطوبة فيها مرتفعة أكثر من 85% والرؤية الأفقية حاليا في مدينة الكويت 4000 متر بسبب الغبار من متوقع أنه راح يستمر خلال الساعات صباح من يوم الخميس إن شاء الله وقبار عالق راح يكون صورة القمر الصناعي توضح كميات الغيوم اللي كانت موجودة الآن بعض الغيوم المتفرقة تلاشت الغيوم ولا زالت بعض الغيوم المتفرقة حاليا والرعدية حاليا في جنوب دولة الكويت وامطار حاليا خاصة على المناطق الجنوبية الجنوبية الشرقية من من دولة الكويت هم متوقع أن راح تستمر هذه فرص الامطار الى بعد منتصف الليل راح تكون الى ساعة الصباح الأولى من يوم الخميس ان شاء الله. وترجع مرة ثانية فرص الامطار ايضا من بعد ظهر يوم الخميس فرصة لأمطار نلاحظ ما زلنا تحت تأثير منخفض جوي لكننا في متوقع نلاحظ نشاط الرياح ورياح شديده راح تكون خاصه ابتداء من بعد ظهر يوم الجمعه راح تستمر ويانا الى السبت وطقس مغبر راح يكون يوم الجمعه والسبت خاصه بعد الظهر من يوم الجمعه تبدا الرياح تنشط وتستمر الى السبت ويوم الجمعه والسبت طقس مغبر الرياح نشطه راح تصل الى اكثر من 60 كيلومتر في الساعه وخاصه المناطق الغربيه والمفتوحه راح تصل الى 70% فنرجو متابعه النشرات الجويه التي تطلقها الاداره العامه للطيران المدني مثل باداره الارصاد الجويه الطقس طيب متوقع حتى منتصف هذه الليله استمرار فرص الامطار قد تكون رعديه على بعض المناطق الفرص موجوده لا زالت الرطوبه عاليه ايضا درجات حارة راح تكون ما بين 23 درجه مئويه الى 25 درجه مئويه الهواء متقلب الاتجاه الى شمالي شرقي خفيف الى معتدل السرعه راح يكون مع فرص الامطار الرعديه قد ينشط تصل الى اكثر من 40 كيلومتر في الساعه وفرصه الامطار نلاحظها لا تزال على الشمال والجنوب باكر الصبح ايضا الخميس نلاحظ فرصه الامطار موجوده ودرجات الحراره راح تكون ما بين 23 درجه مئويه الى 24 درجه مئويه نلاحظ الرياح متقلبه الاتجاه الى شماليه شرقيه على البحر اما على البر وقرب الكويت راح نلاحظها رياح خفيفه راح تكون متوقع ان تستمر الرياح الخفيفة متقلبة الاتجاه قد تنشط أو تعتدل فترة بعد الظهر إن شاء الله. راح تكون جنوبية قربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. سرعتها ما بين 10 قد تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. وفرص لأمطار متفرقة. لاحظها درجات حارة راح تكون ما بين 28 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية. لاحظ الامطار راح تكون بالجنوب ومناطق متفرقه باكر بالليل ان شاء الله الخميس راح تكون درجات حارة ما بين 27 درجه مئويه الى 28 درجه مئويه والهواء راح يكون متغلب الاتجاه خفيف السرعه ما بين 10 الى 30 كيلومتر في الساعه وتتلاشى الغيوم يبدا يوم الجمعه طقس مشمس او لكن بعد الظهر راح تكون في فرص لتربه مثاره بسبب نشاط الرياح التدريجي راح يستمر يعني اليوم سبتمبر قلت حالة البحر المتوقعه خلال 24 ساعه القادمه راح يكون خفيف الى معتدل الموج ما مع بين 2 الى 4 اقدام قد يعلو احيانا يصل الى 5 اقدام المد الاول الساعه 8 و25 دقيقه صباحا المد الثاني الساعه 7 مساء الجزر الاول الساعه 1 و22 دقيقه بعد منتصف الليل الجزر الثاني الساعه 1 و35 دقيقه الظهر اما موعد اذان الفجر غدا ان شاء الله الساعه 3 و31 دقيقه شروق الشمس الساعه 5 و9 و... او 4 و59 دقيقه غروب الشمس الساعه 36 دقيقة. أما الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة إن شاء الله باكر الخميس الهواء راح يكون متغلب الاتجاه الى شمالي غربي جنوبي غربي بعض الاحيان سرعتها تصل الى 35 كم في الساعه العظمى متوقعه 36 درجه مئويه الصغرى متوقعه 25 درجه مئويه يوم الجمعه راح يبدا النشاط من بعد الظهر تقريبا الرياح نشطة السرعه قد تصل سرعتها الى اكثر من 60 كيلومتر في الساعه مثيره للغبار وطقس مغبر راح يكون راح يستمر الى يوم السبت السبت الرياح راح تكون نشطه الى شديده قد تصل سرعتها الى اكثر من 60 أو 70 كم في الساعة، تبدأ الرياح تهدأ يوم الأحد متوقع أن تصل سرعتها ما بين 10 إلى 35 كم في الساعة، قد تنشط على فترات تصل إلى 40 كم في الساعة، أما يوم الإثنين فالهواء راح يكون معتدل ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة، لاحظ درجات الحرارة ما بين 35 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية العظمى، أما الصغرى ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية أه حاب نوه خاصة الأخوة مرتادين البحر أخذوا الحيطة الحذر خاصة من بعد يوم الجمعة والسبت عطلة نهاية أسبوع متوقع نشاط في الرياح قد تكون نشطة وشديدة السرعة في بعض الأحيان مثيرة للغبار وطقس مغبر راح يكون تنخفض مع الرؤية الأفقية وقد تنعدم على بعض المناطق لذلك نوه خاصة إخواني سائقين المركبات على الطرق السريعة أخذوا الحيط والحذر من انخفاض الرؤية الافقيه المفاجئه ومتابعه النشرات الجويه التي تصدرها اداره الارصاد الجويه عبر تطبيق الاداره وايضا عبر قنوات التواصل الاجتماعي وايضا عن عن طريق تلفزيون دوله الكويت واذاعه دوله الكويت، كانت هذه النشره الجويه اعزائي المشاهدين ننتقل معكم الان الى درجات حاره والطقس المتوقع حول العالم والله تعالى اعلى واعلم.